سمعت ضمور سيارة، قمت لطل من الشباك، يعني فتحت الريشات، رقبت سيارة أكرم عم تحترق. دغري باش تعيط لا جيراننا لا جوزي، راح دغري جوزي راح يركض وجارنا اجا يركض ولقينا السيارة محترقة. مين المعوض؟ المهم انت شفتي حدا؟ شفتي سياره؟ شفتي شيء؟ انا ما شفتش شيء، بس اللي مثلا اللي فيقني مثلا ضمور سياره مزعج، يعني ضمور مش ضمور، يعني هيك كبس فرد كبسي على الضمور، مش انه يعني هيك يعمل فاصل او شيء، فرد كبسي. مثل انا قلت شو الازعاج على الصبح، بس اجى بيلي انا سياره شغل او حدا مثلا بكير جاي ياخذ عميل او شيء. إيه لا، بس فتحت الريشه طلقت السياره يعني عم تحترق. يعني اللي عمل الشغلة زمر مشان يقدر يعني زمر أنا... يعني بقول يعني مرض بنقول كثر خير وزمر لحسينا، لكن تولعت الحارة وفي حطب وفي سيارة جوزي وسيارة هيثم الصباغ، يعني زمر مثل إنه شغلي إنه قوموا شوفوا أو نقول يعني نحلي زمر لقمنا، كانت كلها الحارة ما حدا حس عفيني، وفي في كهرباء هون كانت طلعت الحارة كلها. عدوا عمي بعدوا رايح خدميني كسرين، لأنه طلع سامي حول ولي حاج كان بنورة مكسور بواقي كلهم صار بس قلت ما عزيزي.